بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صبح الأخوان وأخواتنا بالخير، عسى الله سبحانه وتعالى يشغلنا دائما ويستعملنا بطاعته، إنه على ذلك قدير. كان المقرر، وأنا أعلنت أمس عندي الاستقرار، أن تكون هذه الاستراحة والمداخلة بعنوان كيف نحافظ على إيماننا بعد رمضان، ونزلت هذا البوست الإعلان. لكن سبحان الله، بعد هذا بلغنا خبر وفاة أحد المربين والمعلمين في بلدنا الكويت، الأخ وليد الغانم أبو خالد رحمة الله عليه. طبعا الكلام مو والمقام الآن مو مقام ثناء وذكر لمآثر هذا الأخ والفاضل عسى الله يرحمه وموت المسلمين، لكن يعني يوميا الإنسان، أي واحد فينا قد يفجع ب وفاة قريب وحبيب. هذا أمر نمر فيه كلنا. كل يوم أنت تروح المقبرة في ناس أهل عزاء، في ناس فقدوا حبيب لهم. فحبيت أني أستغل مثل هذه الفرصة بأن نتذكر يا أخواني وأخواتي ما يخفف عنا مصاب، خاصة فقد الأحبة، خاصة إذا كان هذا الفقيد لا أثر. الأخ وليد الغانم أنا أعرفه من 30 سنة، كان من أوائل من يعني أنشأ الشباب وعلمهم، خاصة إخواني في منطقة قرطبة ومركز شباب قرطبة. التقينا فيه، يعني أنا شخصيا التقيت فيه وإن كان مرات قليلة، لكن الشباب الآن الموجودين منهم ما شاء الله الدكاترة، منهم المعلمين، منهم المربين، يعني كان سبب رحمة الله عليه في هداية كثير من الشباب وثباتهم وتعلمهم العلم الشرعي وحفظهم القرآن. هذا الكلام ليش نقوله إخواني؟ هذا اللي يبقى حق الإنسان بعد ما يموت، هذا ترى اللي ينفع عند رب العالمين، هذا اللي يفرحه ويسعده، هذا الأثر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حال الإنسان إذا مات، يعني سبحان الله كل شيء معك في الدنيا يظل صاحبك وياك، لكن وقت الموت تختلف الأمور. في من اللي يظل معك طول العمر وتستمتع فيه، إذا مت انتهى الموضوع، اللي هي نفسك وحلالك وأملاكك وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نعم. القسم الثاني اللي معك وانت حي وتستمتع فيه، ولا مت يمشي معك حد ليل قبر ينزلك ويمشي عنك، وهم أهلك وأحبابك وأصدقائك والمقربين منك، ما يقدرون حدهم ترى أن ينزلونك، وهم اللي يهلون عليك التراب. الثالث اللي هو أنت تشتغل فيه في حياتك، وإذا مت معك ونزلت القبر نزل معك، وهو أنيسك وهو جليسك اللي هو عملك، هذا اللي يبقى لك، هذا الأثر. والله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل إن كان صالحا على هيئة رجل حسن الوجه حسن الريح جميل الثياب، يقول له أنا جليسك إلى يوم القيامة، يستبشر فيه الميت. كل الأشياء يا أخواني وأخواتي اللي إحنا يعني نستمتع فيها الآن، ترى ما راح تظل معنا في قبورنا إلا هذه الأعمال الصالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال، وانتبهوا معي إخواني أخواتي حق هذه التقسيمة في هذا الحديث. الحديث معروف، إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. هذا الحديث يقسم لنا أعمالنا إلى ثلاث أقسام، ركزوا معي في هذا التقسيم. القسم الأول عمل تؤدي في حياتك وتؤجر عليه، فإذا مت انقطع هذا العمل وانقطع الأجر، مثل الأعمال اللي نؤديها كل يوم، صلاتنا نؤديها كل يوم، قراءتنا للقرآن، صيامنا، حجنا وعمرتنا، صلاتنا لأرحامنا، هذه أعمال. هذا القسم الأول، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذا القسم الأول، العمل اللي أنت تؤدي بنفسك وتؤجر عليه بإذن الله، لكن إذا مت انقطع العمل وانقطع الأجر وياه، انتهى الموضوع. القسم الثاني هو الذي تعمل تؤدي في حياتك وتؤجر عليه بإذن الله، وإذا مت استمر أجر إلى ما بعد موتك، اللي هو إلا من ثلاث، ركزوا بالقسمين، صدقة جارية، علم ينتفع به. هذه الصدقة الجارية والعلم اللي ينتفع فيه، هذا أنت اشتغلت فيه،
أنت تبرعت بصدقة، حفرت الكبير، ورثت لك مصحف أو علم ينتفع به، علمتك إنسان، قرأت القرآن، حفظت شيء من العلم الشرعي، نشرت مصحف، كفلت داعية. مو بالضرورة يكون أنت المباشر لهذا العلم اللي ينتفع فيه، لكن أنت علمت، أنت ربيت، أنت وجهت، أنت أرشدت. إذا مات الإنسان ولا رصيد من هذه الفئتين، الصدقة الجارية والعلم ينتفع فيه، ما يقف أجره. يعني تخيل إنسان كان سبب في صلاح آدمي، دعا إنسان إلى خير وإلى هدى، والله هدى هذا الإنسان على إيده وعلمه ورباه. وهذا اللي نرجو لي أخونا ولد الغانم أبو خالد رحمة الله على إنه، الشباب المخلصين اللي موجودين اللي كان له يد وسبب هو في تربيتهم وتعليمهم، الآن إذا قبل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله ذلك، طول ما هم يعلمون وطول ما هم يربون وطول ما هم ينصحون، ومنهم دكاترة شريعة ترى، ومنهم معلمين، وأنا أعرفهم، أعرف شخصيا هؤلاء الأخوة، عسى الله يثبتنا وياهم حتى نلقاه. طول ما هذا الخير منتشر عن طريق هؤلاء، يصب في ميزان أخونا رحمة الله عليه أبو خالد. والصدقة الجارية كذلك، كل شيء يؤديه الإنسان يضع خيره ماشي في الدنيا والناس تنتفع فيه من علم وصدقات وغيرها، ما ينقطع الأجر. هذا القسم الثاني من العمل. القسم الثالث هو ما لم تعمله أنت، اللي هو بعد موت الإنسان في ناس يهدونه العمل، يدعون له، وهو ميت يدعون له، فهذا الدعاء يؤثر في 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 مكانة هذا الميت، يرتفع عند رب العالمين، قد يغفر له، يمكن كان يستحق عقوبة الله عفى عنه بسبب دعوات، قد يتصدق له إنسان، ينوي له صدقة معينة، يصوم عنه، يحج، يعتمر عنه، يهدي له ثواب أعمال صالحة، ختمة قرآن غيرها. إذا الأعمال ثلاثة، عمل أنت تؤديه، فإذا مت انتهى العمل وانقطع الأجر. القسم الثاني عمل أنت تؤديه، فإذا مت استمر الأجر، وهو الصدقة الجارية والعلم ينتفع به. قسم الثالث أنت ما أديت العمل، لكن الله سخر لك ناس اشتغلوا عشانك. اللي بقوله يا إخواني أخواتي، الأول إحنا لابد نأدي وقايمين فيه إن شاء الله، وواجب علينا فرض. الثاني كثر منه، نصيحة، الثاني كثر منه، سوي لك صدقات جارية، سوي لك علم ينتفع به، اطبع مصاحف، اكفل دعاة، اكفل محفظين قرآن، سوي لك شيء يمشي أجره بعد موتك، لأن الثالث مو مضمون، ما تضمن ترى من يشتغل لك بعد موتك. يمكن إذا في ناس فيهم خير طيبين يشتغلون يذكرونك بعد ما تموت فترة بسيطة، لكن ترى الوقت ينسي وفي ناس تنساك، فأنت من ضامن أن في باب يتخلك منه أجر وحسنات وانت ميت؟ أنت اشتغل حق نفسك الحين، اجتهد وراح تلقى عملك وثواب عملك عند الله سبحانه وتعالى كبير ما تتوقعه. خاصة يا أخواني أخواتي، هذا الشيء الجاري اللي ما ينتهي، والله قد ناس ترتفع درجاتهم عند رب العالمين، وهذا بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو له، لهذا يؤتى برجل يوم القيامة، ويعني يوم القيامة مفاجآت، واحد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى يشوف مقعدة من الجنة، مقعدة كبير عالي، يقول يا رب أنا لي هذا، أنا من ولي هذا المكان، أنا ما سويت هالكثر، ما اشتغلت عشان استحق هذا. فيقال باستغفار ولدك لك، ولدك يستغفر لك، أحد تلامذتك استغفر لك ودعالك، أحد أحبابك اللي ما نساك، هذا هذا هذه رحمة من رب العالمين، إنه يوفقك لعمل تجري حسناته ويجري أجره إلى ما بعد موته. وأنا مهما كان يعني فقد الإنسان ثقيل على النفس، وهذا الفقيد حبيب، إلا أن من أهم ما يعني يخفف هذا الموضوع، وأنا أختم بهذا الكلام، هو أن تتذكر أعظم مصيبة وأعظم فقيد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي. يعني تذكر مصيبتك فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب، وإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. مهما كان هذا الإنسان اللي فقدناه حبيب وعزيز على القلب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأعز من لم يصب ممن ترى بمصيبة
هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو إخواننا خاصة يعني اللي كان لأخونا أبو خالد رحمة الله عليه ولد الغانم فضل في تعليمهم وتنشئتهم وهدايتهم وثباتهم على هذا، لا ينسون اليوم الصلاة عليه في مقبرة صليبخات بعد صلاة العصر، هذا أقل حق له وواجب أدي تجاهه كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منهم وإذا مات فتبع جنازته. الصلاة عليه والشهادة له بخير والشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى والدعاء له تفعل الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعل يكون شيء من الجميل نرد لأخونا الكبير أبو خالد رحمة الله عليه بأن نصلي على هذه الصلاة الأخيرة، ونظل إن شاء الله نذكره في دعواتنا طول العمر، عسى الله سبحانه وتعالى يرحم موتى المسلمين اللهم أمين، وأن يعلي قدرهم وأن يغفر لهم ويعفو عنهم إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين. ونتقدم بشكر جزيل للشيخ طلال الفاخر الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف، نلقاك شيخ طلال في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.